السلام عليكم شباب بريب 3. ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض كيوميليتيف تيست نمبر 9 تيلسون 2 يونت 3 فرع الجبر اند ستاتستكس. طبعا ده كله على الستاتستكس. تعالوا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاه والسلام على رسولنا الكريم. في نمبر 1 بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر فروم ذوز جيفن. نمبر 1 ذا ريليشن ويتش ريبريزنت ا دايركت فاريشن بتوين ذا تو فاريبلز اكس اند واي از direct variation. يبقى نقدر نقول انه الفورمولا الاساسيه بتاعتهم بتبقى كده y equals mx، يعني الواي والاكس كل واحد منهم في سايد والاثنين يكونوا في الفيرست تير، لكن الاكس واي equal m دي كده اسمها الانفيرسلي فاريشن، فاللي هي اكس واي equal m دي انفيرسلي. طب هنا اعمل كروس مالتيبليكيشن كده، يبقى 5y equals 2x. هتلاقي الـ x هنا والـ y هنا، حققت لك اللي انا بقوله، فهتلاقي هي الليتر b. لكن لو بصيت هنا في بلس 3 وانا ما عنديش كده في الايكويجن، هي بتبقى نمبر مالتيبلاي مش بلس. هنا هتلاقي x times الـ y تبقى xy و4 times 2 تبقى 8. نمبر 2 بيقول لي f summation of x minus x bar power 2 equals 36 of a set of the values of and the number of these values equals 9 then sigma اللي هي الستاندرد ديفيجن. الستاندرد ديفيجن ده ليه رول كده، بتقول ايه؟ summation of x minus x bar power 2 over a number يبقى دي square root summation ب 36 over a number اللي هو 9. 36 over 9 اللي هي 4، square root 4 اللي هي 2. number 3 بيقول لي if 18 is the greatest value of a set of individuals and the range equals 6. يعني individuals دي يعني قيم فردية، أعلى قيمة 18 دي الgreatest، الrange equals 6. Then the smallest value of this set is هو range عبارة عن the greatest value minus the smallest value. range بكام؟ 6. The greatest ب 18 minus the smallest. يبقى أنت عشان توصل لل smallest هتعمل 18 minus 6. 18 minus 6 تبقى 12. number 4 بيقول لي the most common measure of dispersion and the most accurate is اشهر حاجه او الاكثر انتشارا عشان تعرف الديسبيرشن اللي هو التشتت وادقها. هما اتنين اصلا، الادق فيهم الستاندرد ديفيجن، التاني اللي هو مش دقيق الرينج. number 5 سؤال جميل بيقول لي if 17x plus 8 equal 11. لاحظ بقى هو عمل ايه؟ 17x plus 11، الطلبة تفكر ان هو بدل فتروح يختار 8 فيلاقي الإجابة غلط. ليه يا مستر؟ تعال بص معايا بس. آدي 17x plus 11، عايزها تكون إيكوال كام؟ لو تلاحظ هو زود على الـ 8 3 عشان تبقى 11، يبقى نزود على الـ 11 3 تبقى 14. number 6 if all individuals are equal in values equal in values كل ال individuals equal in value يعني قد بعض 5 5 5 5 5. من قبل ما تشوف الإجابات يبقى ال dispersion بتاعهم اللي هو التشتت مدى تباعد القيم بيبقى زيرو. ايه اللي بيقيس لي ال dispersion او تشتت او تباعد القيم؟ اللي هو ال standard deviation اللي هو السيجما. number 2 بيقول لي the following frequency distributions shows the age of 20 persons. age in years number of persons اعمار اشخاص 20 شخص. في اللي عنده 15 20 22 23 25 30، وعدد كل واحد يعني اللي عندهم 15 عندهم 15 سنه شخصين، اللي عندهم 20 سنه 3 اشخاص، اللي عندهم 23 سنه 5 اشخاص، اللي عندهم 30 سنه 4 اشخاص. calculate the mean and the standard deviation of ages. عشان تحسب لازم تعمل
two tables. أول واحد بتاع المين، ثاني واحد بتاع الستاندرد ديفيجن. ممكن حد يعملهم في تيبل واحد، صح 100%، ولكن يعني خلينا نريلاكس جدا في الاكزامبل ده لانه ده مسألة امتحان. يعني اول حاجة هنا تكتب الايدج، بعد كده النمبر اوف بيرسونز، خليها كده النمبر بس اختصارا، وبعد كده بتعمل لهم ملتبلاي. فعشان تعمل لهم ملتبلاي هتسمي الاولاني اكس وتسمي التاني وليكن واي، وتعمل لهم اكس ملتبلاي الواي. تكتب هنا 50 20 22 23 25 30، تكتب هنا 2 3 5 5 1 4، بعدين تعمل ملتبلاي 15 ملتبلاي 2 تبقى 30، 20 ملتبلاي 3 60، 20 ملتبلاي 500 ومعانا 10 يبقى 110، ممكن تشتغل بالكالكوليتر. 23 ملتبلاي 5 تبقى 115، 25 ملتبلاي 1 تبقى 25، 30 ملتبلاي 4 تبقى 120. هتروح تجيب التوتال هنا، تعال نجيب الكالكوليتر دي مش هنعرف نحسبها كده بقى على طول. 30 بلس 60 بلس 110 بلس 115 بلس 25 بلس 120 تبقى 460. وهنا كده 20. يبقى عشان نجيب المين اللي هو ال x bar نجيب summation of x times y over summation of y. هنا 460 وهنا 20، يبقى 0 تتكنسل مع 0. 4 divided 2 تبقى 2، 6 divided 2 تبقى 3، يبقى كده 23 years. تعال بقى نعمل الستاندرد ديفيجن. الستاندرد ديفيجن بنعمل ايه؟ ده كده اللي بنحط فيه الاكس، وده كده اللي بنحط فيه الواي اللي هو التكرارات، وده كده اللي بنعمل فيه الاكس ماينس الاكس بار اللي هي المين اللي احنا جبناها دي، ودي اللي بنعمل فيها باور 2، ودي اللي بنعمل فيها باور 2 ملتبلاي الكي. هنشوف دلوقتي مع بعض. بص ركز معايا تاني، ادي الاكس وادي الواي وادي الاكس ماينس الاكس بار وادي الاكس ماينس الاكس بار باور 2 وادي الاكس ماينس الاكس بار باور 2 ملتبلاي الكي. عايزين نرجع نرجع نرجع. الاكس ادي 15 20 22 23 25 30. الكي اللي هي الواي ممكن نسميها كي ممكن نسميها ام مش هتفرق، نرصها زي ما هي. الاكس ماينس الاكس بار، الاكس اهي اطرح لي منها الاكس بار اللي هي 23، ف 15 ماينس 23 نيجاتيف 8، مش عارف اعملها بالكالكوليتر. 20 ماينس 23 نيجاتيف 3، 22 minus 23 negative 1، 23 minus 23 0، 25 minus 23 2، 30 minus 23 7. النيجاتيف 8 بار 2 تبقى 64، نيجاتيف 3 بار 2 تبقى 9، نيجاتيف 1 بار 2 1، 0 بار 2 0، 2 بار 2 4، 7 بار 2 49. ده بقى هتاخد ده كده تعمل له ملتبلاي الواي دي او سميها كي اللي هي عشان تبقى في الكتب اغلبها كي عشان مسمى مش هيفرق معانا في حاجه. 64 ملتبلاي 2 تبقى 128، 3 ملتبلاي 9 تبقى 27، 5 ملتبلاي 1 تبقى 5، 5 ملتبلاي 0 تبقى 0، 1 ملتبلاي 4 تبقى 4، 4 ملتبلاي 49 تبقى 196. تعالى برضو نجيب التوتال بتاع اخر حاجه وصلنا لها، تبقى 360.
يبقى عشان تجيب الستاندرد ديفيجن اللي هو السيجما عبارة عن السميشن بتاع اخر حاجة جبناها ده over السميشن of all اللي هو 360 over التوتال اللي هو 20. نجيب الكالكليتر ونعمل 360 over 20 تبقى 3 root 2 نعمل هنا تبقى 4.24 years. هو ده مدى التشتت او التباعد بين القيم. دي خطوات سيستماتيك يا شباب، يعني مش حاجه اسمها مش فاهمها يا مستر، دي حفظ، دي حاجه اسمها احصاء، يعني خطواتها ثابته العلماء طلعوها كده 1 2 3 عشان تطلع الستاندرد ديفيجن، فما ما فيهاش ابداع يعني. نمبر 3 بيقول لي if a b c and d are proportional prove that a minus b over c minus d equals a over c. هتعمل كالتالي، ادي ال a over ال b equal c over d equal m، يبقى ال a equal b m، ال d ال c equal d m. يبقى هنبدأ بال left hand side اللي هو ده a اللي هي b m minus ال b over c اللي هي d m minus d. هناخد ال b greatest common factor، لما اخد من هنا ال b يتبقى m، ولما اخد من هنا ال b يتبقى 1. هناخد ال d greatest common factor، لما اخد من هنا ال d يتبقى m، لما اخد من هنا ال d يتبقى 1. كنسل ده مع ده تبقى b على d. بعد كده هروح لل right hand side اللي هي a over c، ال a ب b m وال c d m، كنسل الام مع الام تبقى b over d، d1 و2 هقول له بقى from 1 and 2 a minus ال b over c minus d equal a over c. كده يا شباب يكون انتهى accumulative test number 9، ومعها انتهى accumulative test كلها بتاعت فرع الجبر and statistics. اتمنى تكونوا استفدتوا من سلسله الفيديوهات دي، نلتقي ان شاء الله في حل الامبورتنت كويشنز اون الجبر اند ستاتستكس ومعاها بعديها الفاينل اكزامز. دعواتكم لينا يا شباب عشان نكمل ونستمر، يعني هي بمثابه الوقود لينا. كومنتاتكم الايجابيه، دعمكم باللايك وشير سبسكرايب. في الاخير ما تنسوش تتواصلوا على رقم الواتساب عشان تسال عن تفاصيل الاونلاين، هتفرق معاك جدا. تمنياتي لكم بالتوفيق وشكرا، والسلام الله عليكم.